عزيزي الطالب، أهلا وسهلا بك في هذا الدرس من إنشاء بطاقة بريدية للصف الثالث المتوسط بوستكارد. راح نبدأ نتعلم شلون نسوي بطاقة بريدية. في البداية البوستكارد نكتب على يمين، نسويها صفحتين ونجر خط بالنص لأنه هي بطاقة بريدية بوست كارد. نضع على اليمين عنوان المرسل إليه، كاظم حسين مثلا 29-Street-بغداد العراق. نبدأ من الاسم، بعدين الشارع، بعدين المدينة، بعدين الدولة، يعني من الصغير إلى الكبير. لاحظ هنا نكتب مكان وين تواجدنا الآن اللي راح نحكي عليه. لاحظ هنا ترينيداد أوغست، المكان والتاريخ، تاريخ كتابة المعايدة. نبدأ بأي كأي رسالة أخرى بكلمة دير واللي هي معناها عزيزي. دير كاظم، اسم صديقك. It's great here، إنه رائع هنا. The weather is brilliant. The weather is brilliant. الطقس مشرق. And هنا بدينا نستخدم أدوات الربط. عندنا ثلاثة أدوات هنا في هذا البوستكارد. And وto وalso. And بمعنى. And بمعنى و. And بمعنى و. وعندنا to معنى أيضا، وalso معناها كذلك. هذا نحاول نستخدمها حسب ما موجود. عادة تو تأتي في نهاية الجملة، وأن تربط جملتين، أداة العطف وتربط جملتين، وأصب بمعنى كذلك. لاحظ هنا It's great here. The weather is brilliant. And there are things to do every day. وهناك أشياء كثيرة نستطيع أن نفعلها كل يوم. The hotel، الفندق، is fantastic، رائع، مدهش. It has got a swimming pool، فيه حوض سباحة. And four tennis courts، وهناك أربع ملاعب تنس في الفندق. Two، أيضا، لاحظ هنا توجد في نهاية الجملة، هناك أربع ملاعب تنس أيضا. It's also، وكذلك. Is also، وكذلك هنا. Is also، وكذلك. Is also، لاحظ هنا also، وكذلك. Got a private beach، إلى ساحلة الخاص. إلى ساحلة الخاص، وكذلك له ساحل خاص. Beach، الساحل. لاحظ هنا is got a private beach، له ساحل خاص. I am sitting there now، أنا أجلس هناك الآن. وأنا أكتب لك هاي المعايدة. My dad and I got snorkeling and went surfing، ذهبنا للغوص بواسطة أنبوب الغوص اللي يخلوه يبقى فوق الماء وهم يغوصون. And when surfing in the morning، وذهبنا لركوب الأمواج في الصباح. Sometimes we go sailing، نذهب للإبحار. To، أيضا لاحظت أيضا جت في نهاية الجملة، وكذلك أحيانا، أو أحيانا نذهب للإبحار أيضا. شوف أيضا تجي دائما في نهاية الجملة. There's a rainforest، هناك غابة استوائية ممطرة. On the island، في الجزيرة، على الجزيرة هناك غابة استوائية. It's got fantastic pants and tropical. It's got هنا بمعنى it has وليس it is. It من يشوف got، من يشوف got معناتها it has got، يعني فيها fantastic plants، هناك نباتات رائعة. And tropical birds، tropical birds يعني طيور، أو طيور يعني استوائية. تو، شوف هنا تو أيضا جت في نهاية الجملة. Well، حسنا،
is getting very hot. أصبحت حارة جدا. Here هنا أصبحت حارة. Time for swim. إنه وقت السباحة. صارت حارة راح أسبح. See you soon. أراك قريبا. علي هنا تكتب اسمك في نهاية. يعني مثل أي رسالة أخرى تكتب اسمك في نهايتها. ودائما في البداية نكتب اسم الصديق. وأهم شيء في الإنشاء هو أن نكتب في البداية في المعادة في إنشاء المعادة أول شيء نتحدث عن الطقس، بعدين عن الفندق اللي مقيمين به، ثم نتحدث عن الأشياء الموجودة في المكان الذي احنا فيه، ثم في الأخير ننهي الرسالة بكلمة see you soon. See you.